قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظة سوهاج بضخ عدد من المشروعات بلغ عددها 201 مشروع 912 بتمويل 2,24,937,000 جنيه، وفرت فرص عمالة ل 297,909 فرصة عمل. وبجانب قيامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغر للخدمات الغير مالية التي تشمل التسويق والدعم الفني والتدريب وتقديم النماذج الإرشادية لدراسات المشروعات الصناعية، بنادي شباب سوهاج انك انت تتوجه للجهاز، بقول لك ما تخافش، سواء عندك فكرة او ما عندكش فكرة، في حالة وجود ما عندكش فكرة ببتدي بتعامل معاك بدورة لمدة يومين، ببلور معاك الفكرة، ولو عندك فكرة هبدأ معاك المشروع وعرفك كيف تبدأ تعمل دراسة سوق وتعمل دراسة تسويقية وتعمل دراسة مالية تتكلم فيها عن مشروعك.